أبدا. لا أنا في الملتقى التعليمي لحزب مستقبل وطن بأشمون أنا لنا أن نصل إلى المنتهى في ظل هذا الحدث الفريد الذي انتهجه الحزب المنهج الفريد بل الجديد في الملتقى التعليمي استعدادا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام. من نص التكافل الاجتماعي في الإسلام للدكتور أحمد حسن الزيات حيث يقول: ثم كانت بوادر الإصلاح الإلهية أن قلم أظفار الفقر وأسى قلوب الفقراء وجمع جرائر البؤس فألف بين القلوب وآخى بين الناس وساوى بين الأجناس وعصم النفوس من القتل الحرام وطهر الأموال من الربا الفاحش ثم عالج الداء الأزلي نفسه بما لو أخذ به المصلحون لوقاهم شرور هذه الحروب التي أمضت حياة الناس وكفاهم أخطاء هذه المذاهب التي قوضت بناء المجتمع. أذكر المراد بالداء الأزلي ونعني به الفقر، مفرد كلوم كلم، مفرد جرائر جريرة، مضاد ألف فرق، قوضت المضاد شيدت وأقامت، مصدر آخى مؤاخاه أو إخاء، ساوى مساواه أو سواء، وجمع الحرام الحرم. أعرض بأسلوبك الفكرة التي طرحها الكاتب في الفقرة السابقة، الفكرة والتي يلجأ فيها الدكتور أحمد حسن الزيات في علاج مشكلة الفقر من واقع العبارة على ضوء ما ورد، وبأسلوبك أيها الطالب العزيز النجيب أن تتناول تعبير الكاتب شرحا وتحليلا. ما علاقة جملة ثم كانت بوادر الإصلاح الإلهي بما بعدها من جمل العلاقة إجمال بعده تفصيل؟ ما الخيال في قوله قلما أظفار الفقر على سبيل الاستعارة؟ أسى كلوم الفقراء الاستعارة، الداء الأزلي استعارة تصريحية، القلوب على سبيل المجاز المرسل. أخرج من الفقرة ازدواجا، والازدواج بين قوله آخى بين الناس وسوى بين الأجناس، ولا يغيب عنا أن الازدواج أو تقطيع العبارات تقطيعا متوازنا سمة من سمات أسلوب أحمد حسن الزيات. السجع بين آخى بين الناس وساوى بين الأجناس. ما نوع المقال في النص من حيث المضمون؟ مقال اجتماعي. من حيث الأسلوب مقال أدبي. يمثل الزيات لمذهب جديد، أذكر دعامتين يقوم عليهما هذا المذهب. الدعامة الأولى الإفادة من آثار الفكر الغربي، والدعامة الثانية العودة إلى بلاغة القدماء في التعبير. ولعل هذا مما يذكرنا بشعراء جيل التطوير من تلاميذ البارودي حين قلنا نعم وأمو بين اتجاهين، والاتجاه الأول الأخذ من القديم، الاتجاه الثاني الالتفات إلى ثقافة العصر. الكلام يتشابه. ما الفكرة المحورية التي يقوم عليها النص؟ علاج الإسلام لمشكلة الفقر. كيف أكدها الكاتب؟ أكدها الكاتب في تناوله لها في هذا النص بالربط بين السبب والمسبب، بالإضافة إلى التأكيد بوسائل التوكيد المتعددة، منها القصر ومنها استخدام أسماء التفضيل، بالإضافة إلى المفعول المطلق والعديد من المؤكدات. كيف حاول الزيات الوصول إلى إقناع القارئ؟ حاول الزيات إقناع الوصول إلى الإقناع كما سبق القول بالمؤكدات وربط السبب بالمسبب، ثم من خلال الآيات القرآنية وإحصاء الآيات التي بدأ بها في نصه المقرر وغيرها من التعبيرات. ما الاتجاه الأدبي الذي يمثله النص؟
باتجاه الزيات وغيرهم الرفاقي من الأدباء ينتمون إلى اتجاه المحافظين، وبما اتسم أصحابه اتسم المحافظة على التراث التأثر بأساليب القدماء، تأثر بالثقافة الدينية، الاتجاه إلى تمجيد الماضي والدفاع عنه. حدد خصائص كتابات الزيات. أسلوب الزيات ليس بالمزبوع ولا المرسل. خصائص كتابات الزيات: الأسلوب ليس بالمزبوع ولا المرسل، وضوح الفكرة، تأثر بالقرآن الكريم، تقطيع العبارات تقطيعا متوازنا، حس التنسيق بين المفردات والجمل، الموسيقى الهادئة، تقطيع العبارات كما قلنا تقطيع متوازنا وهما يسمى بالازدواج. وضح ما يوحي به قوله أمضت حياة الناس، تعبير يوحي بالمعاناة والألم. عالج الإسلام الفقر بعيدا عن الزكاة والصدقات، مؤكدا على الجوانب النفسية فرغب في الزهد. اكتب مما تحفظ ما يتضمن، والعبارة موضع التناول التي تبدأ بقول الدكتور أحمد حسن الزيات: كذلك عالج الإسلام الفقر من طريق آخر غير طريق الزكاة والصدقات، إلى أن يقول ومدح الفقير بالتعفف. من نص الكنيسة نورت للأديب إبراهيم أصلان: اقرأ ثم أجب. من أكثر صور تلك الأيام التصاقا بذاكرتي وذاكرة أبناء جيلي من أهالي المنطقة، صورة انتظارنا مدفع الإفطار على شاطئ النهر. كنا نتجمع عشرات الأولاد على الحافة، وكان الشاطئ الممتد ينتهي بانحناءة تحت كبر بابة الكبير. داخل هذه الانحناءة كان مدفع رمضان الرابض لا يبين منه شيء. هاد جمع الحافة الحفات والحيف، الرابض الجمع الربود والروابط، مضاد انحناءة اعتدال، واستقامة التصاقا المضاد انفصالا، نتجمع نتفرق تحت المضاد فوق، ومعنى يبين يظهر، وانتظارنا المعنى فيه ترقب. عكست الفقرة السابقة مشاهد لا تكاد تفارق ذاكرة الكاتب، لعلك تلمح ذلك من قوله من أكثر صور تلك الأيام التصاقا بذاكرتي وذاكرة أبناء الجيل. الصورة التي لا تفارق الذاكرة صورة انتظار مدفع رمضان وتجمع الأولاد على حافة الشاطئ، إلى آخر العبارة. وضح ما يوحي به قول الكاتب أكثر الصور التصاقا بذاكرتي، هذه العبارة توحي بمدى الارتباط والتلازم لتلك الصورة التي ما فارقت ذاكرة الكاتب. بين القيمة البلاغية من التقديم في قوله من أكثر إلى قوله صورة انتظارنا للتخصيص والتوكيد. دلل على ارتباط هذه القصة بقيم المجتمع وعراقه، لعلنا نلمح العراقة في الوحدة الوطنية بين أبناء مصر، شركاء الأرض واللغة والفكر والحوار والرؤى والأمل والآمال والمستقبل، مستقبل وطن طبعا. في أسلوب الكاتب ظهرت مصرية ابن البلد وقدرته على التصوير، فلماذا؟ لأنه ركز عدسته الفنية على أهالي إمبابة وشاطئ النيل الممتد ومغادرة الحواري وحمل الحصر والأواني. عقد الكاتب في قصة مقارنة بين زمنين أذكرهما: الزمن الأول ذلك الزمن الذي كان فيه النيل مكشوفا وكانت الحياة بسيطة وكان شاطئ النهر فسيحا يمتد دون اغتصاب بالمباني، لكننا في الزمن الحالي تم الاعتداء على شاطئ النهر فلم يعد يبين منه شيء. ماذا ترى من عناصر القصة القصيرة توافرت؟ عنصر التكثيف
الشخصيات معدودة، الأحداث محدودة، لكن إبراهيم أصلا ركز على المشترك الإنساني وعلى التلاحم بين نسيج الأمة المصرية الواحد بين المصريين وإخوانهم المسيحيين، وما فرقتهم عقيدة بل دعتهم إلى التلاحم. ولك أن تتخيل حين كان الجميع يشارك في حمل ألواح الصاج بما فيها من كعك وبسكويت وغريبة وتزيين الحارة، مشترك جميل يؤكد عراقة الأسرة المصرية. أبناءنا، لقد انتهت بعون الله نصوصكم هذا العام. اقرأ العبارات التالية وفهمها ثم أجب عن أسئلتي بعدها. سيمضي حزبنا حزب مستقبل وطن يعتد بحرية كل مواطن وكرامتي وحقوقي إلى أقصى حد، فقد عاد بعد فترة عانت فيها مصر من سيطرة قطيع لا فهم له ولا انتماء عنده لمصر، والحزب على المستويات كافة يعمل من أجل مصر. ويتكون حزبنا على مستوى مركز أشمون من هيئة يصل عددها إلى 29 بالحساب، 29 شخصا، ويتكون الهيكل من 54 وحدة حزبية، ويتصدر الأداء السيد أمين المركز الأستاذ عبد الحليم الكشاك، ومعه أمين التنظيم وأمين الإعلام الدكتور عادل سعد، هذا بخلاف السادة الأمناء الأكفاء أصحاب الرؤية، وكل ذلك من أجل مصر. وللجميع مزيد من المعرفة بالتواصل. أعرب ما تحته خط، وطن مضاف إليه، قطيع مضاف إليه، مصر مضاف إليه، أصحاب نعم. أخرج من الفقرة اسما مقصورا أقصى مصدرا لفعل رباعي، التنظيم أو الإعلام، مصدرا لفعل خماسي، التواصل، جملة تقع نعتا يعتد بحرية كل مواطن، اسما بعد لا وأعربه فهم، اسم لا مبنى على الفتح في محل نصب، فعلا مرفوعا وعلامة رفعه مقدرة سيمضي، وآخر علامة رفعه ظاهرة يعتد، خبرا لفعل ناسخ واذكر نوعه من 54 وحدة حزبية، بدلا واذكر نوعه، البدل عبد الحليم أو عادل أو حزب مستقبل وطن. اكتب مواردة من أرقام بالحروف مع مراعاة التمييز، يصل عددها إلى 29 شخصا، ويتكون الهيكل من 54 وحدة، يتكون الهيكل من 54 وحدة حزبية. سيمضي حزبنا حزب مستقبل وطن يعتد بحرية المواطن المصري، اجعل فعل واجب التوكيد، والله ليمضين حزبنا، جائز التوكيد، هل يمضين حزبنا حزب مستقبل وطن يعتد بحرية المواطن المصري؟ أليس حزب مستقبل وطن بكاف عشاقه؟ ما من حزب يهتم بمشاركة المجتمعية مثل مستقبل وطن، ليس كمثل مستقبل وطن حزب. حدد حرف الجر الزائد وأعرب ما بعده، الجملة الأولى الباء في خبر ليس بكاف، خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا، ما من حزب من وحزب مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة أو مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا، الكاف ليس كمثله، كاف حرف جر ومثل اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس. كم من أحزاب تهتم بمصر؟ اجعل كم استفهامية، كم حزبا يهتم بمصر؟
كيف تكشف عن مستقبل في باب القاف فصل الباء مع اللام. بهذا أبناءنا نكون قد وصلنا إلى ما أعاننا الله على تقديمه من أجلكم، ولا نملك في النهاية إلا الدعاء لكم بالتوفيق، والتوفيق من عند الله يمنعه ربنا عز وجل لمن أراد من عباده، لكن لكم أن تتأكدوا أن حزب مستقبل وطن يعمل من أجل مصر، وأنتم أبناء مصر، فلن تغيبوا عن وجدان الحزب ولا عن قلب مصر النابض. فأهلا بكم بعد نجاحكم بالتفوق في الثانوية العامة في مقر الحزب. لا يسعنا إلا أن نشكر السيد أمين الحزب والسيد أمين الإعلام الدكتور عادل سعد والإخراج المتميز لذلك الرجل منقطع النظير الذي يدير العدسة بحنكة وقدرة على الإبداع، فكثيرا ما يفكر ويقدر قبل أن يقوم بالنشر والإعلان عن إنتاجه المتميز المهندس محمود طعيمة. شكر الله للجميع، وفقنا الله إلى خدمة أبنائنا وخدمة مصرنا الغالية. كان معكم ممدوح محمد عبده، أمين التنظيم مستقبل وطن مركز أشمون.